الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، ما نزال نتكلم بشأن موضوع الخط العربي وهذه الأرقام في يعني ظل ذكر قول الله سبحانه وتعالى عليها 19 في سورة المدثر. وكان خلاصة ما نقلناه أو ذكرناه من الداني وغيره أنه قلنا ونخلص من كل ما تقدم إلى أن رسم المصحف يمثل مرحلة من مراحل تطور الخط العربي، وأن حساب الحروف على ما رسم ليس له سند أو دليل، بل هو أمر قائم على تصور غير صحيح، فما يترتب عليه لا يصح. ومن ذلك ترتيب الأحكام على الرقم 19 بدعوى أن البسملة من 19 حرفا. ونذكر بما يعني أوردناه عن ابن عطية رحمة الله عليه، قال هذا ليس من متين العلم. هذا الذكر أقول تذوق أصوات الكلمات في السلسلة المنطوقة، لأنه القرآن قرأ قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام أصواتا وهم سمعوها وكتبوا، فتذوق هذه الأصوات يحللها إلى أصغر مكوناتها المؤثرة في الدلالة، وهو ما أطلق عليه بعض المعاصرين من الغربيين كلمة الفونيم، ويعني اقترحنا لها تعريب الصويتة. الصويتة تقابل كلمة الفونين. الفارابي توفي سنة 39 و300 للهجرة، يعني أكثر من 1000 وتقريبا 100 عام، احنا 1434، هو 339 توفي، حتى نرى ما عند علمائنا القدماء مما يظنه كثيرون أنه من ابتكار الغربيين في الدرس الصوتي بشكل خاص ويعمم. الفارابي سماه الحرف، مكان الفونيم الحرف. قال والحروف منها مصوت ومنها غير مصوت، والمصوت منها قصير وهو الذي يسمى الحركات. إذن الحركات عند حروف هي فونيم حرف، فالمصوتة منها قصير اللي هي الحركات، ومنها طويل هي حروف المد، هذه يسميها مصوتة، والآن يسموها الحركات القصيرة والحركات الطويلة، أو الصوائت القصيرة والصوائت الطويلة، أو الأولى المصوتات القصيرة والمصوتات الطويلة أخذا بمصطلح الفارابي. فهي عنده حروف، لأن لاحظ يقول الحروف منها مصوت ومنها غير مصوت. المصوت يعني الحركات وحروف المد، وغير المصوت سائر الحروف من باء وتاء ولام وكاف وغير ذلك. فلفظ كتب أقول يعني على تحديد الفارابي هو من 6 حروف أو أحرف أو فونيمات أو صويتات. 6 هي الكاف، الضمة، التاء، الكسرة، الباء، الفتحة. 6 هاي 6 أصوات، 6 أصوات كو تي ب. ولو كتبناها ب يعني الكتابة الصوتية كتبة سنجد أنها 6. أنت تكتب الكاف وبعدها تكتب تضع خطيطا خط صغير وفوق تخلي ضمة، ثم تكتب التاء وبعدها خط صغير. هذه الكتابة الصوتية اللي توضع بين خطين مائلين، ولو كتبتها بحروف الإنجليزية تجد أنها تكون من 6 حروف أيضا أو أحرف. البسملة على هذا الأساس لو كتبناها ستكون 24 صوتا لغويا أو فونيم أو صويتة، وليس 19، لأن أنت تتعامل مع الصوت ولا تتعامل مع الرسم، لأن قلنا هذا الرسم يمثل مرحلة
وليس بوحي وليس بتوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام، كتابتهم هكذا كانت. ومما ينبغي التنبيه عليه ما بناه بعض المعاصرين على العدد 19 من أحكام استنبطها باقتطاع ألفاظ الآيات رد بها ما صح من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يأخذ بعض الآية ويحسب ويقول نقسم على 19 أو نضرب في 19 ونطلع كذا، إذن هذا الكلام غير صحيح. يقول سننقل نصا له ليجعل لهذا العدد من القيمة ما ليس له في أصل اللغة، ولا يبعد أن يكون من قبيل تقديس هذا العدد لدى إحدى الفرق التي خرج مؤسسها من الإسلام في القرن 19. لاحظ تقديس 19، هو خرج في بلد من البلاد غير العربية في القرن 19 خرج من الإسلام، فاتبعه 18 شخصا، ثم جاء 19. لاحظ بالقرن 19 هذا الرجل الآخر هو رقم 19 في دخول هذا الدين الجديد، فطور دينهم وجعل منزلة خاصة للقرن الذي ابتدع فيه دينهم ولموقع شخصه في اتباع ذلك الدين وهو 19، فجعل سنتهم 19 شهرا. قال احنا ديننا السنة 19، هو رقم 19 وشيخه ظهر بالقرن 19، وجعل أيام كل شهر 19 يوما. أقول ليس هذا مجال تفنيد ما عندهم، ولكن نقول إن ألفاظ الأعداد لا تختلف عن ألفاظ سائر الكلمات في الدلالة على معانيها التي تفهم منها في السياق الذي ترد فيه، وفقا لما عرفه أهل اللغة من المعاني، وليس وراء ذلك إلا الخبط والخلط والتكلف الذي لا تقره اللغة. مثال الكلام بشأن الآخرة، أقول غيب نؤمن به وفقا لما ورد في الكتاب والسنة معا. فمثلا الحديث عن خروج المؤمنين من النار لا ينبني عليه عمل في الدنيا، ما يترتب عليه شيء. يعني لو جادلنا في ذلك، بعضنا يقول داخل النار يخرج اللي هو مسلم لكن دخل النار بأعماله، سوء أعماله، بعض يقول يدخل يبقى يخلد، بعض يقول لا يخرج. الآن ما يترتب عليه عمل، يخرجون لا يخرجون لا ثمر من ورائه، ولكن نفيه يؤدي إلى إسقاط ما صح من السنة في هذه الجزئية، ويجر ذلك إلى عدم الثقة بالسنة كلها. يقول مقدس العدد 19، ما أريد أذكر اسم كتابه، الذي يعرفه كلها في صفحة 214، يقول القول بالخروج من النار هو افتراء على الله تعالى. أعيد عبارته، القول بالخروج من النار هو افتراء على الله تعالى. منين جاء؟ أخذ بعض آية وبعض آية وجمعها وضربها في 19 وقسمها على ما أعرف إيش، قال إذن الناتج أنه الداخل بالنار ما يطلع منها. هذا كلام خرف، لكن كتاب مطبوع أكثر من 400 صفحة متداول إلى آخره، فاقتضى التنبيه حقيقة في على الخطورة، على يعني على العموم هذه الأرقام نحاذر منها. هذا كلامه، ولا ندري من يقصد بالمفتري، هل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الحديث صح عنه، ولا يقصد البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ممن صح عندهم الحديث، ولا يقصد الصحابة الذين صح النقل عنهم. من تعني بأنه افترى على الله عز وجل؟ من البخاري أم الصحابة الذين صح السند عنهم في رواية ذلك؟ ومنهم أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله. يعني هذا الخروج من النار للمؤمنين بعد التعذيب ما رواه صحابي واحد. لاحظ، 6 من الصحابة رووا الأحاديث،
ستة من الصحابة بأسانيد مختلفة في كتب مختلفة صحيحة: أنس، أبو سعيد الخدري، جابر، عبد الله بن مسعود، أبو هريرة، عمران بن حسين. ستة من الصحابة. هو ماذا يقول؟ بناء على 19، يعني أنا أقلت في هذا وأخذت مجموعة حلقات، لكن أريد أن أنتهي إلى خطورة وإفساد وفساد الاعتماد، اعتماد هذا الرقم، الأرقام. ولاحظنا من أين جاء هذا التقديس. بالقرن 19 هو رقم 19، سوى السنة 19 شهرا، سوى أيام الشهر 19 يوما. جاء عبد من عبيده في أيامنا، تزيى بزي الكلام على إعجاز القرآن. لاحظ القرآن كيف معجز، انظر إلى هو ربنا يقول هذه النار مسؤول عنها 19 ملكا، هكذا ما يحتمل أكثر. قل إذن هذا الرقم يبنى عليه أشياء، ونستخرج من نقطع الآيات ونستخرج وتطلع منها إلى هدم السنة. لأنك إذا هدمت يعني هذه الأحاديث لهؤلاء الرواة في هذه الجزئية، إذن ما تبقى ثقة عندنا بالسنة عموما. لأن تقول ستة من الصحابة رواها وأخطأوا، وأربعة من كتب الحديث الصحيحة وأخطأ، إذن كيف أؤمن عند ذلك أو يكون لدي اطمئنان إلى هذا؟ فهذا افتراء. هو المفتري، هو المفتري بما زعم من قيمة للعدد 19 غير ما لها من قيمة في لغة العرب. قيمتها في لغة العرب أنها أفراد، يعني واحد وواحد وواحد وواحد، إلى أن ننتهي إلى واحد بعد 18 ويليها 20. هذا العدد عليها على النار 19، هكذا نلاحظ. يعني طبعا هو حتى المعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ينفيها بناء على هذه أرقامه، وعندنا أحاديث صحيحة. الآن يعني حقيقة أوردت جملة من الأحاديث من البخاري ومسلم ومن الترمذي فقط، يعني ما ذهبت إلى كل كتب الحديث، لأنه لا نحتاج حقيقة. لو قلنا البخاري وحده يكفي، لكن ذهبت إلى هذا وجمعت هذه. لاحظ يعني في الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلب ما يزن شعيرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يقول: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وعمران بن حسين قال: هذا حديث حسن صحيح. البخاري ذاك كان عن أنس. الآن في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها. عند البخاري أيضا عن رواة آخرين ذكرتهم، يعني عن أنس، عن جابر، عن أبي هريرة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، في رجل يخرج من النار حبوا، إلى آخر الحديث. عن جابر بن عبد الله يورد الحديث الإمام مسلم قال: ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. وهكذا تمضي الأحاديث. هو قلت يعني ليس هناك مشكل لو لم توجد هذه الأحاديث، ما عندنا مشكل. يصير بعض الناس يقول: والله اللي يدخل النار ما يخرج منها، الآخر يقول: والله اللي يدخل النار يخرج منها. هؤلاء مؤمنون، حسنات وسيئات، زادت سيئاته يعذب ويخرج. لكن هذه الأحاديث الصحيحة أنت عندما تنكر ذلك، ولا تنكر ذلك بناء على تفنيدك الأحاديث، ما عندنا مانع علميا. نقول تأتي إلى البخاري تقول: هذا البخاري
قيل فيه كذا وكذا وتثبت لنا بالدليل والبرهان أنه ضعيف. وهذا كلام أيضا أقول كلام إنسان خرف وليس كلاما علميا، لأنه أجمعت الأمة أن هذا الرجل ثقة وما رواه. طيب البخاري، مسلم، النسائي، غير ذلك، الترمذي، الإمام أحمد، غيره، الأحاديث مبثوثة في كل عند كل هؤلاء العلماء، كلهم كانوا ضعافا. الصحابة، الآن أنا أوردت لك عن ستة من الصحابة، ستة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أوردوا الحديث. أحيانا يورد الحديث واحد ونقول هو حديث صحيح يؤخذ به، في مسلم، في البخاري، في غير ذلك، يورده واحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يؤخذ به، لأنه يعني لا سيما عندما يكون الحديث في مجلس عام، نقول لو لم يكن صحيحا لا اعترض عليه، قل احنا كنا جالسين معكم ما قال النبي هكذا، فحديث الواحد يؤخذ به. فكيف إذا الذي روى ذلك ستة؟ ستة بقدر بحثي الآن الذي بحثته ممكن تطلع لك 20 من الصحابة رووا ذلك لو تتبعت الأمر، لكن اكتفيت بهذا هو شاهدان يكفي، شاهد واحد يكفي بالأحاديث الصحيحة. تقول افتراء على الله، افتراء على الله، من الذي افترى على الله؟ من تعني؟ صرح، قل البخاري افترى على الله، البخاري ومسلم وأحمد وغيره هكذا، وبناء على ماذا؟ على دراستك العلمية، أنه ناقشت الرواة، ناقشت ولا مقسمها على رقم 19؟ من قال لك رقم 19 مقدس؟ أنت تقدسه، نحن لا نقدس الرقم. الرقم عبارة عن لفظة، مثل أي لفظ، مثل كتب وذهب وجاء وخرج، تدل على معناها. ثلاثة تدل على واحد واحد واحد، أربعة تدل على واحد 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 واحد، 19 تدل على تكرر الواحد بهذه المرات، بعدد من المرات، وليس وراء ذلك شيء. 19 يعني مكرر، سواء قلنا ملكا أو صنفا أو صفا، على أقوالهم. ملك يعني ملك واحد، ملك واحد، ملك واحد إلى 19. صف، صف واحد، صف واحد، صف واحد. نقيب، نقيب واحد، إلى آخره. أكثر من هذا ما يؤدي العدد، فلا يحمل وراء ذلك. ويعني أنا أنفقت حقيقة هذه الحلقات، أكثر من حلقة، لأقرر في الذهن هذه الحقيقة العلمية التي تقول إن هذا الإنسان أو إن غيره أيضا ممن يحمل الأرقام ما لا تحتمله اللغة، هذا يعني أدى به إلى أن يغلط وينكر صحيح الحديث النبوي، وهذا مظنة إسقاط للسنة كلها. لو أخذنا بما قال، وهو يعني قول مبني على وهم، مبني على غلط، مبني على مغالطة وعلى كذب وافتراء، مما تقدم من كل ما بيناه في هذا المجال. أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا في هذه الجزئية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.